ما آمين. الأعمال المنجية من عذاب القبر أو عذاب النار شيخي الكريم؟ لا أنا عذاب القبر طبعا سألت عن ذلك، عذاب القبر خاصة، فنسأل الله جل وعلا أن يقينا جميعا عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وأجمع أهل السنة. سألت النار. النار؟ نعم. يعني سمعتها أيضا قالت القبر. في الاثنين عذاب النار، يبقى إذن التوحيد المنجي الأكيد أن تكون على التوحيد وأن تموت على التوحيد. من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله عليه الصلاة. وهذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. هم أخذوها على التعميم بظلم، لكن في السياق نفي تفيد العموم، لكنها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن هذا عام يراد به الخصوص. قال لم تسمعوا إلى قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيأتي المرء بكل ذنب خلى الشرك ينجو. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وأما عذاب القبر فهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ردا على أصحاب الفكر المعتزل الباهت البارد في هذه العصور. الله تعالى قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إلى حساب الآخرة. قال أغرقوا فاء، الفاء هنا في اللغة للتعقيب والسرعة، أغرقوا ألف العون، أغرقوا فاء ادخلوا بسرعة والآن يبقى فين، فأدخلوا نارا، فهذه في الحياة البرزخية. قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم، يبقى غدوا عشية متى؟ لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هذه الحياة البرزخية. هو حرف عطف الفيد المغيرة طبعا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. طب المنجي من عذاب القبر أن تستمر على سورة تبارك. حديث حسن حسنه العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية تشفع لصاحبها في القبر أو تحج عن صاحبها في القبر. فهذه منجية. المرابطة، الشهادة في سبيل الله، كل هذه منجيات من عذاب القبر. صلى الله أن ينجينا من عذاب القبر أمين. ومن عذاب جهنم. آمين يا رب العالمين.